سكريت ارحبوا وارحبوا هذا سكريت العز والهيبه للي ما تدريبه الاول نجيبه سكريبت من قدام الروس معصوبه والنار مشبوبه لا حميه شوبه سكريبت من قدام سكريبت من قدام ارحبوا ارحبوا هذا سكريت ارحبوا ارحبوا هذا سكريب ارحبوا ارحبوا هذا سكريب الواقع تجمعنا محد ينازعنا بالحرف والمعنى سكريبت من قدام مية على مية همة وحيوية إلى النجومية سكريبت من قدام سكريبت من قدام ارحبوا وارحبوا هذا سكريبت ارحبوا وارحبوا هذا سكريبت عطه على جوه واللي تبي سوى عليك. أرحب يا أبو عوض شلونك؟ مرحبا. سؤال الحين من كان عليه العشرة من الألفين راحت اللغت ما أقدر أتكلم فيها والله بيني وبينك عاد تقولها؟ لا لا هي كانت سهم والله يكشفون السهم تطلع عليه يد تكسر الظهر ذي العشرة شوف والله يا شيخ تكفى يا ابو محمد في شيختك لقمت 10000 خصم اي والله الله لا تساعد والله جيت الدكتور احمد بسالك سؤال ايش هل صحيح انت استلمت هلبه ولا حصلت ساعات حيوان هذا الراس خمس ساعات اربع ساعات كذا اربع ساعات لحالك ايش تسوي؟ سولفت حتى مع الجدران اي دقيقه دقيقه انا بستفيد انا ماسك البث الحالي اجلس اسلم اليوم البث انا اقصر ابو جديع اربع ساعات انا وخالد جديع الحالة لا انا بفهم الحاله كل ما طر موضوع قالوا احمد عوض الحاله وش سويت؟ اسلم سولف هذه يسلمك الله السالفه ما فيها كان كان رجوع الشباب آخر الأيام آخر الأيام فكان كل الشباب موجودين فكان نومنا متلخبط تعرف اللي مشتاقين للشباب وجلسة وسمرة آخر الليل بعد البث فبدأ البث الساعة 12 الظهر الشباب كلهم تعابة راقدين أنا كنت يعني نومي خفيف أنا من الناس اللي نومي خفيف فطلعت إلا جاني من المشرفين قال البث ما في أحد حاول يصحي حاول يصحي الناس حاول يصحيهم ما في انت نايم بعد انا صحيت على طول انا ايه؟ بس حاول ما اقدر اللي يصحى على جنبه الاول يقترب على جنبه الثاني جاني قال لي انا البث ما في احد مره والناس وفيه وانت لما تكون يعني على شاشه لما في امانه اي لما تجلس بينك وبين نفسك تشوف امهات اباء اخوان عالم يتابعونك فما ودك انها تصير يعني مره شكل فذاك اليوم ما قدروا ابدا على الشاشه قلت خلاص خلي الشباب يرقدون وانا اشيله قلت اشيله ما عليك راح كيف اعتبار الشيء لانها ما تنزل المشاهدات هذا الشيء اي انها ما تنزل فحاولت يعني غيرت ما بين الاجواء خليت المشاهد لما يجي واقف حلو ما يطلع فكانت الحمد لله مثلا إيه ما يمل. عطنا اللي سويت اذكره يعني مثلا انت فجاه تسولف هنا تغير اجواء تتجدد تروح فجاه تسوي لك اشياء اجواء شوي ما بين القصايد شوي ما بين الامور النصائح شوي ما بين تنتقل تسوي فعاليات فكانت كلها يعني زي ما تقول مش الليله ففعليا مشت الليله والحمد لله فهذا يا جماعه انا اقول لكم الواحد يعني انا بتكون نصيحه اخوي يعني بعيدا عن اني مقدم والى اخره انا لي سنه الان تقريبا سنه وعليها تجاوزت السنه بدخولي السوشيال ميديا بشكل عام بدخولي القنوات والله نصيحة أخ شفتوا جلساتكم هذه أنتم الآن أكيد أنكم تبي تمل الواحد يبي يروح يعني إحنا ما صدقنا كان يطفي البث ما صدق أكون معكم صريح ما صدقنا يطفي البث عشان أروح أجلس أو أهرب أو نصهم يهربون أنا ما أهرب الحمد لله بس يهربون تعرفوا نصهم واللي معه جوال واللي يجلس لكن أنت تعرف أنك ثلاث شهور الثلاث شهور هذه في ناس ملايين الناس تمنوا أنهم يكونون مكانك يعني مو أشخاص فل اتمنى انه يكونون مكانك ما عندك الا اسبوعين فما معك الا اي ما معك الا ثلاثة اشهر هذا قبل فانت الان تشوف الوقت يا اما اني ابدع يا اما اني اطلع باللوشي وارجع زي ما كنت فانت متخيل انك ثلاثة شهور ابتعدت عن اشغالك ابتعدت عن اهلك عن كل شيء
عن ملذات الحياة اللي تتكلم عنها برا حلو، تطلع وانت ما استفدت شيء، تحسها قوية صح، تقول ليها أنا وليها. فوالله نصيحة أخ حبكم وتأكدوا الميزة البرامج، يعني بعضهم يتكلم يقول البرامج الواقعية والبرامج، أكيد أنتم شوف خلي يتكلم عن البرامج الواقعية. البرامج الواقعية ميزتها أنها تعرفك على ناس يحبونك مثل الشخص اللي لما يكون من لحمهم ودمهم، فهذه نادرة. في بعضهم وده يدفع اللي وراه واللي دونه عشان يلقى محبة الناس. أنت بحيث أنك تيجي تجلس هنا الله يوفقك وتعيش ويجيك محبة الناس، وهذه قبلها توفيق وجهد. وقدر الناس اللي وراك راح يقدروك، والله العظيم قدر الناس اللي وراك راح يقدروك، يعني جمهورك فرق دعم كذا، شافوك تتعب إذا شافوك من الأمور هذه. فممكن إني أحيانا أشد عليكم بالفقرة بالأمور هذه، والله إني أنا ما لي أي مصلوح بالفقرة، شيء لكم أنتم، شيء للجماهير. يعني أنا لما أجي الحين تلقى كل الناس لا نبغاهم مدري إيش، عطوا فلان نقاط إلى آخره، عطوا فلان نقاط، عطوا فلان سو فعل. ليش يبونه يبونه؟ تخيل أنت أنا وأنا جاي طول الطريق كلهم يتكلموا، تكفى عط فلان، تكفى عط مدري مين فلان وفلان، حماسهم أكثر منكم وأكثر مني. فتخيل أنك تطلع معي بالفقرة ولا أنت موجود. بيض وجهك يا عم، والله بيض وجهك، خليتني أقسم على عادل متريدي والله أسلم. كلامك هذا حد ذاته كبير يا حبيبي، من اللي حفزن يا حبيبي هذا اندلت على طيب. هذا ما جل من بعدكم والله، وأنتم أخوان ومهما كان. ايش رايك نغير المود وناخذ لنا شاي؟ شلتها هبت، روح خذ راحتك. اسمعوا عطني العصب، عطني سوالف. لا سوالف على من؟ لا علي انا ابو خشمان. صلي على النبي. اللهم صل وسلم عليه. ارحب يا ابو اسلم. الله يصبحكم بالخير. صبحكم لنا ويطول عمركم على طاعته. الشيخ وينه؟ مرحبا. ارحب. مرحبا. جاهز لنا بشاره. هاي بشرك بالخير ان شاء الله، بتسر خاطف وتسر خاطر المطلق باذن الله. يا سلام، ابشركم انفحان بيجينا. مرحبا 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 يا ماضي، ارحب ارحب ابشر ابو ماضي، ارحب. هاي بشرك بالخير. ارحب ارحب الله، ارحب يا ابو ماضي، ارحب ارحبوا بالغرفه، ارحب عندهم. هذا كان برنامج واقعي من زمان، لو يطلع واحد عرس ان شاء الله. ارحب 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 ارحب. تعال تعال تعال، جيبها عندي، جيبها عندي، جيبها هنا. تعال تعال تعال، نزلني من الصبيان. السلام عليكم. ساعه واحده تعال تعال. ارحب ارحب. حاتم حاتم تعال اجلس، استريح بس، استريح. ارحب تعال ارحب. الحين دقيقه، ارحب يا ابو ماضي، ارحب. عادت الحياه ما شلال. يا مرحبا يا ابو ماضي، يلا حي. اصبر خليه خلاص. هذا مش كذا برامج واقعيه. قبل شوي متكين في غرفه وبطاطس. ارحب يا ابو ماضي. الحين اسمها للخاطر يا ابو ماضي، مرحبا ترحيب السيف. كل البرامج كذا لو روح نص ساعه لو يجي توه انت خاطر يرحب. من وراي من وراي، هذا عشان رسم واجه لك واجه. والله وجه طيب يا ابو عوض. والله هذا الخبر جتني، والله سهم، والله سهم ولا حد كشفها. 10 مرحبا ومسهلا. تعال بعد، مرحبا ومسهلا. الله يبقيك. لكن انا بنهيها كلها، لا مو جواب. اجلس زايد اجلس. طيب اجلس. انت استنيت يا ابو ماضي. لا لا الحمد لله، اجلس اهم شيء. كيف الوقت بدوني؟ تو ما زعلت. الحين الحين انت دقيقة. مرحبا. الحين شو مسوي انت وانت محروم؟ ابدا. ليه اندع عليك ما جيت؟ ليه؟ أزعل عليك تبين؟ لا والله زعلك، والله كايد يا حبيبي. طيب انت الحين وش اسمه، وش انت مهبب؟ مهبب مهبب وش مسوي؟ صغير مهبب بدون عشان بدون تحيز. ايه؟ اصلا معليش يعني احتراما احتراما. تعب القرية ارذاع ترى مهتدية. ها رسميا تبطيح، رسميا تبطيح. اجلس. لا لا اقول خرب المجلس. الاحترام انا بدون تحيز، ما ادري ايش يعني ما عليه. هي وين موقعها؟ قفلوها يا اخي، قفلوا عنهم الباب. يعني احترام نحترمهم على الصعيد الشخصي. خلاص بس ينرفزونكم صح؟ صل على النبي يا احمد. خلاص ليش دقيقه ليش بدون تحيز؟ المفروض بدون تحيز يلغونها. وطيب بدون كيف ينتقد المتسابق او كيف لا المتسابق اللي هذا استبعدوا طلعوا عادي، خلها تبقى على اثنين القناه. والله فجرها احمد يا رب، والله فجرها احمد. ليه بدون تحيز ويجون على الطاوله ويصيحون حالتهم حاله ويبلشوننا ويتعبوننا ليه؟ الله لا والله ايش قلت؟
بقول لك الحين حاجه اسلم بعلمه بهم الانبار حصلت انا عاد نطير يلا بيض الله وجه افو وعاد الرد بلف بيض الله وجه تلبس عادي والله تبي تقصر تقصر اسلم يقول الشوق الاغمى تحزن من صوت قيثاره أدخل معه جو ما عمري تمنيته الشوق نغمة حزن من صوت قيثاره أدخل معه جو ما عمري تمنيته تقطع الواصل والأشواق جباره ولو كان بحال لو صالي ما عجيته مشاعري من عقب فرقه من هاره والوصل ما عاد به باب ما طقيته عز الله اللي علمني انا اخباره الا علي يا جميل ما تناسيته عز الله اللي يعلمني عن أخباره إلا علي يا جميل ما تناسيته وسلامتكم صاحب دنكم كم شاعر موجود عندكم كم منشد والله الشعار أول كان واجد وطلعوا أخوان اليسترى الحين ثلاثة منشد أربعة نواف وعبد الرحمن وعايفان وعقاب والمنشدين ابو سلطان السمي وخالد عبيد وعزوز الاسمي الرحيم حاتم حربي منشد حاتم ايه لا دقيقه في موهبه حاتم خبر اللي يضرب الانشاد ويرجع موهبه هباس هباس قبل لا انه منشد صحيح بلا يطقطق تجاوز له بلا يطقطق والله انه منشد دقيقه انت حطيتها براسي الحين اللي قال اسماء المنشدين انا ولا نواف منصور انا اللي قلتها راح اعاتب نواف منصور لا تعاتبني لا تهرب بدري تحسب اني هلو يلا روح روح هنا يلا انا اسف ايوه اسف نواف 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 كلم عقاب وسلطان والشباب اللي قبل شوي كانوا مو موجودين بفقره ما هو شيء لا موجودين يا استاذ احمد بعد اذنك ممكن تقول للاداره بكره الحفل الختامي اي والله يا ليت خلاص طيب لكني هلكني على كل لقمه لو اكل تمره قالت بتروح اخذك اي فما يلام صحيح والله ما خذوا زين هلو هلا كنت ما يلعب يا خفف طيب شوفوا هل ينفع صلوا على النبي اول شيء ها جايكم جايكم صلوا على النبي اول شيء الله يوفقكم ان شاء الله الله يجزاك خير يرحم والديك وبلغوا برضو شو اسمه الشباب اللي قبل شوي اللي ما جو الفقره حلوين خصمهم مشيول دام الجلسه الله يطول عمرك الله يبيك استانسوا استمتعوا والله يوفقكم واسال الله في هذا الوقت ان الله يوفقكم يسلم الله يجزاك خير والله ما تمشي شباب شباب صلوا على النبي انا بمشي بعدين ترى والله صدق بمشي لا 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 اسمع لا لا انا بمشي انا شخصيا بمشي اصلا دقيقه بالعافيه صل على النبي والله العظيم انك تعشك ان انا متعشيني ماشي وان عندي موعد مهم وضروري يلا وراي الرياض والله بالعافيه قبل انتم تعشوا بس والله ابرك الحزات اني قبل وجيكم لكن تعشوا بالعافيه عليكم واسال الله ان الله يوفقكم الله يحفظك ويسعدك يلا الله يوفقك تعال برتقال انس بنس تعال ناكل تعال ناكل هباس يا تعال انس بنس هباس خفف خدودك يا هباس